اهلا وسهلا بكم من جديد كل الناس اللي بتتابعنا، بدايه طيبه وسعيده نتمناها لكم، نتمنى انكم تكونوا دائما حضور معنا من خلال صباحات طيبه، ضيوف جدد ومواضيع مختلفه نتناقش ونتحاور فيها. كلمونا على ارقام التواصل الان، تواصلوا معنا اي استفسار اي سؤال عن الحلقه وعن موضوعات الحلقه، نحن جاهزين والضيوف ايضا جاهزين عشان ما يجاوبوا على كل استفساراتكم وايضا اسئلتكم. في البدايه خلينا نشوف الخدمه. زمان الناس بيقولوا خدمة الوطنية والخدمة المدنية وحماة الوطن، ويقول لك الناس مودينا والمعسكر عزة السودان الأولى، وانت في عزة السودان الكم، ولو ما عملت شنو ما بيطلعوا لك شهادتك من الخدمة الوطنية. وأسا مرة يقول يعني في مسميات كثيرة، وفي حق عليك انت على بلدك مفروض تديه عشان انت ابن البلد. لو ما حميت انت ما في زول غيرك بيجي بيحميها، لو ما انت كنت عارف انه ممكن تحافظ عليها كيف ما في زول غيرك. فالتحية للشباب يعني الجنود الأباسل اللي هم دايما بيكونوا حريصين إنهم يحموا البلد، ويكونوا حريصين إنهم يدخلوا المعسكرات ويتجندوا كمان. صحيح، وهي تربية وطنية في الأول والأخير، وبيعودوا الشاب وهو في المعسكر على إنه يتحمل كل الصعاب، حتى على صعيد الأكل يا أنسام. يعني الواحد لازم يحس نفسه إنه في حالة بتاعت استعداد، في حالة بتاعت حرب، ممكن تتحمل الجوع، ممكن تتحمل أقصى درجات الحرارة، وبعد ذلك بتبقى ذكريات جميلة جدا. وهم بعد ما يخلصوا المعسكر يحكوها ابتداء من الأولاد اللي ممكن يكونوا داخلين بستايل، بعد ذلك يقول لك أنا حلوة لي شعري وأنا قديت سلك، عندهم مصطلحات كده ظريفة بيناتهم وأنا دخلوني الكراكون. كانت حلوة يعني، كان بتلقي الشباب بتاعين الحي كلهم اللي امتحنوا معاك في سنك، الناس كلها مشت. وين مشى المعسكر؟ الأمهات يمشوا يزوروا الأولاد اللي بيجوا متجرسين، اللي بتحصل لهم ملاريا، اللي بيقعوا. التعامل أحيانا كان غاسي جدا مع الناس، والبودو له أكل بيتحاسب، واللي بيودي له أكل بيتحاسب. نحن أنا أشوف الحاجات دي، المفاهيم دي تغيرت ولا ما تغيرت؟ هي نفسها المعسكرات، نفس المعسكرات الزمان، ولا الناس الأسي ممتحنين دي لسه ناس صغار يا جماعة، يا في عين يعني ناس 16 15 سنة يعني ما في تصنيفات جداً. يعني بعد ذاك هم كانوا منصفين في انه في تصنيفات، في ناس حالاتهم الصحية ما بتسمح لهم، فبيصنفوا ضمن فئات محددة ألف باء جيم. كل زول بيكون حابين يكون مكنصل يعني الدال. ايوه ما عنده علة معينة. احنا خلونا مع ضيفنا الموجود معانا اليوم نستفسر ونتعرف على دورة حماة الوطن، دكتورة سماني ابراهيم عبد الله، منسق الخدمة الوطنية محلية بحرين. صباح الخير عليك. صباح النور، السلام عليكم والتحية لكم الأخوة في قناة طيبة في برنامج صباحات طيبة. لك التحية. مرحب بكم وفي داركم، ونحن سعيدين في هذا الصباح الطيب المبارك لتوضيح بعض المآلات التي تخص حماة الوطن. مرحب بك كثير. الخامسة ولاية الخرطوم. ولاية الخرطوم. طيب احنا كده في البداية ناخد تعريف أكثر عن حماة الوطن، وخلينا نتكلم برضو بصورة خاصة أكثر عن دورة حماة الوطن الخامسة. بسم الله مجددا. أولا حماة الوطن يمكن يكون المقصود بها الشرائح، كافة الشرائح بتاعت المجتمع، سواء كان خريجين أو شهادة سودانية أو تدريب مهني أو نداء وطن أو مؤسسات. المؤسسات الناس اللايقين والفئة اللي فيهم. ويمكن نحن الانطلاقة دي في ولاية الخرطوم بتبتدي يوم 24 يوم الأحد طواعية واختيارا في ولاية الخرطوم هنا في معسكر المدرعات. يعني يوم 24 يوم الأحد، المسألة دي مسألة اختيارية وطواعية، يعني ما ملزمه زي ما انت ذكرتي قبل قلتي الزام. يس الان بقت وطنيه ما في الزام. والناس كانوا بيتكلموا ايام الاحداث بانه في كشات وفي حملات خدمه وطنيه. صحيح. حملات ما فيش، نحن حتى الان المعسكر ده قايم التدريب طواعيه، يعني ما ملزمين. والتنسيب ذاته والتوزيع داخل القوات المسلحه في المواقع الجغرافيه، يعني الطالب هو المجند على حسب موقع السكن بتاعه. جميل. عشان ما تكون في مشقه، ما تكون في تعب، ما يكون في عند، الواحد يأديها وبعد ذاك بالطريقة الممتازة والمريحة في نفس الوقت. أقل طالب ملتحق بالمعسكر عمره بيكون كم؟ 18 سنة، السن القانونية. أصلا ما بندخل غصر ولا بنجند أطفال ولا غيره زي ما قاعد تعمل الحركات المعادية. لكن نحن بنجيب ناس لايقين، ناس فت، ناس أعمار قانونية في سن 18، وناس لايقين، ناس يتحملوا طبعا بعد ما يخلص، بعد يخش المعسكر. بعد يخش المعسكر يعني عندنا كوادر طبية وفي استمارات عكسية، الواحد إذا حصل له أي حاجة بعد ذاك بيتم تاني تصنيفه جديد للدرجة الثانية، سواء كان صنف جيم أو معاوض الطبيب لقدام أو أخذ راحة بالمنزل. حتى نحن المرضى داخل المعسكر ما بنخليهم يكونوا قاعدين، بيمشوا بياخذوا الراحة في بيوتهم. فدي كلها
تسهيل للأولاد. تسهيل زمان يا دكتور السماني كان الناس بيودوا المعسكرات خارج الولاية بيلقاه في حتة بعيدة جدا يكون معزول من أهله من العالم الافتراضي اللي هو بيعرفه العالم الواقع العايش فيه. الآن معسكر السليت واحد من المعسكرات المعروفة جدا وفيه كان قصص كثيرة حصلت. معسكر السليت يعتبر برضو بعيد لكن لناس بحري بما أنه الدورة هي في بحري منطقة قريبة جدا. خلينا نتعرف على معسكر السليت والتهيئة. أولا المعسكر الآن في المدرعات هنا معسكر الآن الدورة دي حماة السوداء الخامسة دي في المدرعات في محلية الخرطوم. لكن النظرة اللي بيتكلموا عنها إنه معسكر السليت الناس قاعد تسمع عنه أهوال كلامك دخل لأنه زي الشغل بتاع الأهوال. لكن المعسكر بتاع السليت ده بالمناسبة بيقى مدرسة متفردة نحن ذات البداية نوضح للناس عشان نشيلهم الأفكار السالبة بتاع معسكر وشغل السليت وشغل بتاع التحمل وشغل بتاع التربية وشغل ثقافي وشغل اجتماعي دي كله يمكن يكون الآن معسكر السليت بغود الحكاية دي. يعني اتغير معسكر السليت اتغيرت الصوره الذهنيه تماما. الكلام اللي بيتقال ده الان ما في السليت. الناس في السليت ده انا مشي لك ابعد من كده المجلد ده زمان بنو في مشمع بتاع فرش معسكر السليت ده بنو في سرير ومرتبه يعني كانه قاعد في البيت. حاجه كويسه طيب يعني بتلقى المسجد حكايه كده ما شاء الله يعني مهيئ تماما المعسكر. برنامج الثقافي البرنامج الاجتماعي الخدمات حقاتهم المساله بتاعت الاكل الشراب تناول حاجاتهم كلها هذه يمكن يكون في المتناول. يعني حتتين الاهوال اللي سمعتها منك دي لا في السليت ما انا ما قلت اهوال انا قلت حاجات لا ما قلت لك انا سمعت اهوال يعني لو حاولنا كان نرصدها كان حتكون فعلا حاجات كثيره من اللي بنسمعه من العامه. لكن الان المعسكر في المدرعات هنا طواعيه واختيارا التنسيب والتوزيع بيتم للقوات المسلحه ما بتم الان الدوله دي مستهدم بها القوات المسلحه. التوزيع جغرافي كل على حسب سكنه وحسب منطقته بالإضافة للراتب العملية المجدية. إذا التوزيع الجغرافي يا دكتور يبقى معناها كلهم ما حيكونوا في المدرعات يبقى كل زول على حسب سكنه منطقته الجغرافي. يعني الساكن في بحري يتوزع في الوحدة بتاعت جنبه في بحري ساكن في مدرمان في مدرمان الساكن في كرري في كرري في الجبل شرق النيل حسب الوحدة القريبة لك ده الجغرافي اللي قاصدينه بيه هنا. يعني حتى ذات التسهيل بتاعت حركته تسهيل الصرف بتاعه احنا دايرين انه برضه يكون جزء من المساهمه يعني. الخدمه الوطنيه لها دور كبير برضه في حماة الوطن وفي المعسكرات. عايزين نتعرف على الدور بتاعها. في المعسكرات الخدمه الوطنيه يمكن يكون النازل او الطلبه دي بالتحديد بيتعرضوا لبرامج كثيره برامج التدريبيه وبرامج معده بخطط. يعني البرنامج بتاع التدريب من اول يوم معروف زمنه 200 البرنامج الثقافي معروف 200 محاضرات يمكن يكون بيجوا من خيره الناس المتخصصين والمهنيين من خيرة الجامعات السودانية حقتنا ولأنها هي شريحة مهمة. بعد ذاك المحاضرين ذات بيجوا بخصوصية محددة وبمهنية عالية جدا بالإضافة للكادر العامل داخل المعسكر كادر بيتعامل بوعي كبير جدا سواء كان ضباط ولا منسقين ولا إداريين. يعني ناس برضو مختارين بعناية فائقة جدا عشان يتعاملوا مع الشريحة دي ويطلعوها للمجتمع ويستفيدوا منها في الوحدات وفي غيره بالإضافة للبرامج الاجتماعية اللي بيتم من أخوات نسيبة وأخوات مهيرة بالحراك المجتمعي سواء كان شغل بتاع عريشة شغل بتاع برامج تثقيفية غيره كله الآن بيضغوط المرأة. ممكن يكون المرأة يعني برضه عندها دور في داخل المعسكر بالانفتاح المجتمع اللي داخل المعسكر بيضغوط المرأة الزيارات الأسرية الطمانينة بتاعتهم على أولادهم إقامة البرامج الآن اللي بتعدها أخواتنا في المرأة دي يمكن يكون برضه من ضمن البرامج المسألة بتاعت العريشة بالإضافة للعمل الرياضي برضه داخل المعسكر. يعني حياة كاملة داخل المعسكر. يعني حتى الطالب ذاته لما يطلع بتبقى له ذكرياته والمجند ده لما يطلع من داخل المعسكر تبقى له ذكرياته بعد ذاك بيكون خش حياة جديدة. خلينا نرجع للمجند ده هو ذاته في حاجات كثيرة بعد ما نستقبل أول اتصال. أتمنى إنه يكون هو عايز يعمل دورة أو يكون من حماة الوطن أو دخل حماة الوطن. لكن إحنا معانا اتصال. ألو مرحبا. عليكم السلام والرحمة صباح الخير عليكم ورديفة معاكم. أهلا بك يا أم عبد الله كيف حالك؟ تسلمي والله والله أكبر وحي القوات المسلحة وأنا ذاته عندي ولد معاون يعني ما شاء الله السنة دي؟ وأنا بقول حي جيشنا بيت العزة عرشبون ما بيتهدى فيه رجالا ما بتتهزى إلى العذاق والسيف والحد ونفتح قادة بلاد العزة. أم عبد الله يعني ضيفنا دكتور السماني وضح لي كثير من الأمهات اللي بيكونوا متخوفين يعني كلمة معسكر بيفتكروا إنه في قسوة بيفتكروا إنه الناس أشبه بينهم في حالة حرب. فهو الآن طمن كل الأمهات وإنتي أول أم متصلة علينا وبتقولي إنه عندك ولدك السنة دي في المعسكر. والله
او مع حماة الوطن. والله العظيم انا ولدي وديته وبرايم وديته وهو بيرغبته كمان، يعني ما وديته بالجبريه، انا وديته في المعسكر برغبته حتى لو 11 سنه، وحتى الحمد لله ذاته عنده مولود البارح، جابوا له مولود البارح ما شاء الله. ما شاء الله محمد بيجي الحمد لله بيطلع يعني البيت عادي وبيجي بيمشي وبيجي عادي يعني البيت؟ بيجي عادي عادي ومشى الجنوب ومشى بقيله ومشى قادقلي وما خد حته والحمد لله، ومشى ابو حمد واليوم ليه حد اصلا ما في زول بيكله بيت ولا في زول بين نايم، والله الحمد لله ضبط مع الرجال، والله اهو واحد في اخواني ما شاء الله. ربنا يحفظه ويخليه ان شاء الله ويحميكم ويحمي البلد ان شاء الله. شكرا لاتصالك. شكرا. شكرا ام عبد الله. دكتور السماني خلينا نتعرف. تحية لكم عبد الله. الله يعافيك. خلينا نتعرف على دوركم بعد ما الشباب ديل يتدربوا ويدخلوا المعسكر، يتموا الفتره التدريبيه المعينه، بعد كده بيكون في توزيع لهم ولا حتى التوزيع حسب الرغبه، ولا انتم بتشوفوا انه الزول المناسب، ولا بعد اي زول يمشي بعد ما يتدرب يشوف شغلته؟ ايوه فعلا اخوتنا سالتي سؤال مهم جدا. التوزيع ذاته توزيع جغرافي، ونحن الان يمكن يكون برضه ماشيين في انه الخريج ذاته والمجنس ذاته التوزيع على حسب رغبته للوحده اللي بيشتغل فيها. جميل. طيب. فده كله تسهيل الا منابة. الا منابة. طيب دكتور السمان، يعني حاليا احنا بنشوف انه الطلاب بيدخلوا في سن 5 سنين ومع سنه تامنه، فبنلاقي الواحد عمره 16 سنه امتحن شهاده سودانيه، فبالتالي بيتم تاجيل الدوره له مثلا بعد ما ينتهي من الجامعه، ولا شكل المعالجه ممكن تكون كيف؟ هل ممكن يقضيها اثناء فتره الدراسه؟ اولا بعد يتخرج. اولا الصحيح الناس الاعمار الصغيره من صاد ديل سيمون صغار سن. صغار سن. فديل دائما بعد البرنامج بتاع الجامعه بعد تخرجه من الجامعه هم بعد ذاك بيجوا بيعملوا إعادة كشف طبي. الزول اللايق فيهم طوالي بنخرط بيقضيها في العمل العسكري، والزول التصنيفات الثانية بيشتغل المجند التصنيف جيم وكذا، ده بيشتغل في الخدمة المدنية تجاه المجتمع. أنا سمعت في حاجة اسمها تفريغ الخدمة، شنو يعني تفريغ الخدمة وكيف الطالب ممكن يعمل التفريغ؟ ده خيانة طبعا، ما في تفريغ. نحن ذاته ضد الحكاية دي وما في تفريغ أصلا. التفريغ ده معناه زول ما قضاها، زول مسيب، والزول ذاته اللي بيسمح له انه يعني يخرق القانون ويفرق دي ذاته مشكله. في عقوبات ممكن تكون، في عقوبات تدعمي لعادة الخدمه حقته وكذا، يعني ما هنا لا يمكن انا اقول زول مفرغ في بيتهم وزول شغال لي بيقضي الضريبه بتاعته عاملون الاثنين واحد وياخذوا براءه وكل طرف من الخدمه الوطنيه. صحيح. فالحكايه دي ما فيها نوع من العداله اصلا. دكتور السماني، عندكم واحدة من المبادرات اللي أقمتوها من خلال دورة حماية الوطن اللي هو سبت أخضر. سبت أخضر بتعني بها شنو؟ بتعمل شنو تحديدا؟ أولا أنا أحيي الأخ المعتمد السابق لمحلية الخرطوم بحري، وأحيي الأخ المعتمد اللي هو حقوقي عثمان الكباشي معتمد بحري. يمكن يكون السبت الأخضر داروا أخوان المعتمدين في كل المحليات، والسبت الأخضر يمكن يكون نحن في محلية بحري نفذنا أكثر من 15 أسبوع بأعداد كبيرة، كل أسبوع بيكونوا فيه 200 مجند ديل بيشتغلوا الحملات بتاعت النظافة، يعني الحملات النظافة، الشغل بتاع البيئة، إصحاح البيئة، الرش بتاع الذباب، الملاريا، مكافحة الملاريا. يمكن يكون نحن على مستوى محلية بحري فقط منفذين أكثر من 15 سبت أخضر بأعداد بتراحوا على كل المحليات، قيس بعد ذاك الجبل، أم درمان، الخرطوم، شرق النيل، بحري، كرري، كل المحليات يمكن يكون انتظمت فيها المسألة دي، ولا استمرت الحكاية يمكن يكون لثلاثة شهور عملية السبت الأخضر. السبت الأخضر لقى قبول من دورة حماة الوطن نفسهم اللي أنتم بتطلعوهم عشان ما يمشوا يعملوا الأعمال اللي تعتبر شبه شاقة دي مثلا؟ ما شاقة أصلا، بيشتغلوها في نظافة نظافة نظافة، وبعد ذاك معاهم المجتمع ذاته. المجتمع ذاته نحن دايرين انها تبقى هي مساله بتاع الثقافه ويقود المجتمع. نحن بنعمل المبادره وبعد ذاك المجتمع يقود المبادره دي. جميل. عشان بعد ذاك تبقى مساله بتاع الثقافه وتبقى مساله بتاع المجتمع، بعد ذاك الناس تتعامل مع البيئه وتتعامل في الاشياء اللي حولها. جميل. ذكرت انه المعسكر ما هو فتره بتاع التدريب فقط، يعني في محاضرات، في غرس قيم وطنيه. أيوة. هل في برامج مصاحبه؟ يعني كثير من الطلاب اللي عندهم ابداعات. أيوة. ونشاطات هم في فترة المعسكر هل بيقدروا يمارسوها، أو أنتم بتكتشفوا أنه الطالب ده عنده موهبة محددة بتحاولوا تنموها له من خلال فترته داخل المعسكر؟ أنا زي ما ذكرت لك هيك المعسكرات دي بقت مدارس متفردة. يعني في ناس بنلقاهم في التمثيل، في ناس بنلقاهم مذيعين. يعني أنا يمكن واحد من الدورة الفاتت حماة الوطن 4 في
في معسكر السليت نحن لقينا واحد مذيع ود عمك بروف حسين ابو صالح ده كان بيقدم يلقاه ممتاز جدا بالاضافه للفنانين بالاضافه للممثلين بالاضافه للكتاب والادباء بالاضافه للناس اللي يعني بتاعنا الرياض يعني كل الدروب مساحات الابداع عندكم واحد بتاعه الابداع قاعده بعد ذاك عندنا حيسيمه ليالي الابداع ليالي الابداع دي طوالي مستمره ما في برنامج طوالي المجندين بيقيموا ليالي الابداع دي من خلال الناس بيكتشفوا المواهب حقتهم بعد ذاك بتتطور الموهبه اللي قدام وفي اذاعه خاصه يعني بقوات الاذاعه القوات المسلحه ممكن يتم توظيف في اذاعه كامله دي. في برنامج كامل اذاعه داخل المعسكر يعني متكامله فيها برامج متكامله جميل دكتور السماني خلينا نشوف دورة حماة الوطن الخامسة اللي هي حتكون إن شاء الله يوم الأحد يوم 22 24 يوم 24 كم بتستمر من الزمن عادة 3 شهور 6 شهور كيف دكتور الكلام ده كله صحيح أنا بقولته لكن كان برنامج مضبوط 45 يوم فقط الناس قبل رمضان بكم يوم كده بعد ذاك بيتخرجوا ويزوروا كل التدريب ده 45 يوم كل التدريب مقسم وصحيح لما انت تشوف الفتره لكن لما انت تجي تعايل البرنامج والتقسيم بتاع البرنامج من اول يوم الفتره دي كافيه ما فيها مشكله اي بتقضي البرنامج ده كله 45 ل 50 يوم 45 ل 50 طيب غير سبت اخضر واعتقد هي مبادره حتنجح لانه كونه يكون ده سلوك حضاري بالنسبه لي انا فكره انه نخصص يوم لنظافه الاحياء او للتعاون كلنا عشان نعكس في احياء البلد يعني هو بيجي بيلقى امه بيلقى ابوه يعني ناس بحري بيطلعوا بحري ناس الخرطوم بيطلعوا الخرطوم ناس الدرمان يعني ده كله تسهيل وقرايه للناس الغاده الماسكين الناس ديل وكذا قلت لك ناس على بصيره ووعي تام يعني طيب تمام في مبادرات تانية ممكن انتم متجهين لها او في خطط انتم لسه مشاريع مثلا ما رأت النور شغالين عليها وحتشوف النور ما قريب في من برضه من المشاريع الماسة بتاعت القرص الغرس الغرس بتاع الاشجار الاشجار وكذا لانه نحن بننعم انه الخرطوم دي تكون مدينة خضراء يعني في البرنامج بتاع الغرس البرنامج بتاع الأحزمة الخضراء دي كلها يمكن يكون النازل برضو بيطلعوا برامج بتاع غرس كله ناس في محليتهم غرس بتاع شتول وانتاع شتول بكميات كبيرة جدا دي بتستفيد منها المحلية وأنا بحيي من هنا أخواننا في وزارة الزراعة والقابات على مستوى ولاية الخرطوم برضو رعايتهم وشراكتهم لنا في الخدمة الوطنية لهذا المشروع وبحيي المنسق العام برعايته وتبنيه لمشروع الخرطوم الاخضر وكذا او السودان الاخضر هم بيقدموا لكم شتلات ونحن بنجيب بنجيب التقاوي بنجيب الهناي والاكياس التراب الحاجات الفنيه دي كلها مع اخواننا الزراعه بعد ذاك بيتم تعبيتها وبعد ذاك بيتم بعد الانتاج حقها بيتم توزيعها للمحليه المعنيه بيستفيدوا منه سواء كان ظلي ولا مسمر جميل فدي برضه نوع من انواع الانتاج وبساهم فيها ودي برضه غرس من غرس القيم الوطنيه اللي ممكن الطالب يستفيد منها وعندنا مشاريع كثيرة يعني أيضا برضو من المشاريع الثانية المسائل بتاعت الفلاحة المنزلية والمشاريع الاقتصادية صحيح مشاريع صغيرة لكن متبنيها الخدمة الوطنية بشراكة مع أخواننا في ناس الزكاة ولاية الخرطوم الفلاحة المنزلية والمسائل بتاع الدجاج اللاحم والبياض فدي كلها الآن مشاريع الناس متبنيها في ولاية الخرطوم ايضا برضو من المشاريع الثانيه اول محاضرات المهمه جدا للشباب دي للمساله بتاعت المخدرات المكافحه بتاعت المخدرات هم في شريحه وفي سين زي دي فبرضه هذه الناس بتكثف فيها شغل بتاع المحاضرات توعيه وكذا عن العمل بتاع المخدرات مضار المخدرات اثار على الانتاج والانتاجيه فدي كلها محاضرات بنجيب نحن ناس متخصصين جدا بيشتغلوا في البرامج دي لانه هم الشباب دي السند بتاع المجتمع هم الناس اكيد يعني بيفكوا الضايق ودايرين نغير لهم المحن بتاعاتهم دي نتمنى ذلك المحن لفرص ومنح يستفيدوا منها داخل المجتمع بعد تبقى يعني مساله كده ساي وناس ما مرشدين الناس ترشدون يديرون ويعني الناس اداره رشيده محل ما تلقاه محل ما تزرع حاجه بتلقاه النفع بتاع ان شاء الله وانا اتوقع الطالب لما يعني يحس بانه في جو بتاع 45 يوم او 50 يوم انه بيتاهل نفسيا وبيتاهل وبيتدرب وحتى في محاضرات وبيشتغلوا على الجانب بتاع التوعيه افتكر انه بعد 45 يوم يعني هي فتره كفيله جدا لانه طلعوا حتى انسان افكاره ممكن تكون متجدده وافكاره ممكن متغيره ويساهم في كتابه مشاريع او يساهم في كتابه كلامك صحيح جدا يعني احنا الطالب ده بيجي من بيجي 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 من البيت بيجي زول حاجه كده عجينه
انت ممكن تشكيله داخل المعسكر ده، لكن اسمع الطوعيه دي ما طالب بس ممكن موظف، لا بيتلقاه بيطلع حتى ذاته بيتعلم الترتيب، بيتعلم النظام، بيتعلم يشد سرير ويرتب حاجاته ويغسل يكوي ملابسه، يعني في زمنه بيحس بنفسه بانه ماشي ببرنامج. يعني حتى النازل لما نيجي يخشوا سواء كان في شغل مدني ولا غيره، نحن بعد ذاك المؤسسات والجهات اللي بيتنسبوا فيها هي بتستنطغل، نحن المجندين ديل بيستنطغون بيتكلموا بكلام ايجابي جدا عن المجندين ديل بانه الفائده بتاعتهم فائده كبيره جدا والناس استفادت منهم، وفيهم ناس بيتم تعيينهم طوالي داخل المؤسسات اللي اشتغلوا فيها دي. جميل. سواء كان مدنيه ولا عسكريه. جميل. دكتور، بما انك عاهدت الدوره الرابعه وانتوا هسه مقبلين على الدوره الخامسه، شنو الاخفاقات اللي حصلت في الرابعه او التكمله اللي عايزين تكملوها في الخامسه، حسيتوا انه في حاجه ما حصلت مفروض تكون اضافه بالنسبه لكم؟ نحن زي ما ذكرت الخدمه الوطنيه مدرسه متفرده، مدرسه مجديه، دائما بنزعه للتجديد ومؤسسه متعلمه. فدائما يعني مؤسسه رائده، مؤسسه متعلمه، نحن دائما بنرغل بنطبق البرنامج بتاع الجوده وبنشتغل بالبرنامج بتاع الجوده على كافه الوحدات بتاعتنا من الاعلى من الاداره العليا لاقصى مستوى عندنا بتاع نظام شغالين بيه، بنشتغل بالنظام بتاع الجوده. فاي اخفاق نحن بنحاول معالجته وقتي وتفاديه في الـ في الـ في الدورات السابقه. شنو الجديد اللي حيكون في الدوره الخامسه؟ الجديد في الدوره دي زي ما قلت لك بانه التنسيب المجند طوعيه واختيارا الحته ذات اول شيء دخوله للمعسكر طوعيه. تنسيبه للوحده المعنيه بعد الموقع الجغرافي بتاعه والسكن الجغرافي بتاعه برضه ماشيين بتاعت انه يتم تنسيبه برضه طوعيه حسب رغبه المجند نفسه. دكتورة سمالي، مرحبا بك ولك التحية ووجودك اليوم معنا في صباح طيبة لتوضيح ممكن أشياء تكون غايبة عن الأمهات وزلت لهم كثير من الخوف. لكن دائما الإعلان عن دورة حماة الوطن إحنا بنتابعه من خلال التلفزيون، في ناس ممكن يكون ما عندهم تلفزيونات أو ما واصلهم المعلومة، هل عندكم إعلام أو مكاتب إعلام منتشرة في مختلف الولايات أو في معظم المحليات على أطراف المناطق الطرفية عشان تنشروا اليوم المعلومة؟ أيوة، المسألة بتاعت الإعلان هو شعبر الوسائط، الإعلام يمكن يكون أكثر انتشارا. بعد ذاك نحن عندنا يعني مكاتبنا الإعلامية على مستوى المحليات والوحدات الإدارية، بالإضافة الناس برضو بتتعامل بالملصقات في أماكن التجمعات. نعم. في المدارس، في الأسواق، محطات المواصلات، فدي كلها فيها إعلانات، بالإضافة للعندنا حيسم الجمعون الشهري. الناس بتاعنا المشاريع سواء كان فلاحة، شغل مرة، شغل بتاع تسكية، شغل مشروعات بتاعة محمية، الجمعونات دي بتتم أسبوعيا داخل الوحدات الإدارية وعلى مستوى المحليات. أيضا بيتم التبليغ بأن يا أخواننا أي زول يبلغ في حيه الشباب الموجودين، ناس نداء وطن، ناس المؤسسات دي طبعا بيتم استدعاءهم، ناس معروفين بالنسبة لنا وناس محصورين دي بيتم استدعاءهم في الزمن المحدد يبلغوا المعسكر. الشرائح الثانيه دي زول يعني بيبلغ الناس الموجودين معه في حيه، واعداد كبيره جدا يعني المحليه بتلقى فيها اكثر من 2000 بيحضروا الجمعون كل خميس، وبالاضافه للجمعون الشهري، فدي بلاغات كافيه جدا للانتشار، بالاضافه للعمال بتاع الوسائط والاس ام اس، فدي كلها بالاضافه للرادي، التلفزيون، الاعلانات اللي بتتم دي زي اللقاءات، فدي كلها برضه وسائل بتاعت اعلان. صحيح. وسائل الاعلان الان بقت متاحه ومتوفرة يعني. جميل. أيوة. دكتور السماني، نحن شايفين انتم بتشتغلوا على ولايه الخرطوم او في بحري ومدرمان، عايزين نشوف ناس الولايات المختلفه، هن في الاغاليم يعني، هل دوره حماة الوطن هي برضه بنفس التنسيق وبنفس الكيفيه في الولايات؟ نفس التنسيق ونفس الكيفيه. انا زي ما ذكرت قلت لك الخدمه الوطنيه بتشتغل بنظام جوده، بتشتغل بنظام يعني ما يزول بيشتغل براء يعني. عندك زمن محدد، الولايات الان فيها معسكرات شغاله وعلى مشارف التخريج يعني بنفس البرامج الموجوده في ولايه الخرطوم، الكيفيه والطوعيه كل شيء، الكيفيه والطوعيه في الولايات الثانيه كلها. يعني ما في زول بيجي بيجتهد يجيب له حاجه براه والله، او زول يجي من الولايات عشان ما يتجند في الخرطوم، يتجند في الخرطوم وكذا. والله ممكن متاح، ما فيها مشكله. يجي يتجند هنا، اهله ساكنين هنا، امتحن هنا، اهله جراح الخرطوم دي طبعا بلد لكل الناس. صح. ما فيها مشكله. والخرطوم ذات حتى احياء كل مره بيزيد في حي جديد ما بيكون معروف، الكثافه والتدافع عليها كثير جدا. تمام. دكتور السمان، يعني احنا لو لاحظ في 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 المنهج، الدوره دي يمكن الدوره دي دوره حماة الوطن الخامسه دي بيرعاها السيد الوالي والي الخرطوم، الفريق الركن، فريق هاشم عثمان، فريق شرطه هاشم عثمان والي ولايه الخرطوم، التحيه له.
في صباحها الطيب إن شاء الله. تحية لك مرة تانية. يعني هو ما تخصصك لكن المناهج، لكن بالمناهج السودانية بنلاحظ أنها بتفتقر للتربية الوطنية، يعني منهج يخص التربية الوطنية. هل قدمتوا مقترحات التعاون بينكم وما بين وزارة التربية والتعليم أو حتى وزارة التعليم العالي، بحيث أنه التربية الوطنية تكون مادة أساسية سواء كان للطالب في المدرسة الثانوية أو في المرحلة الجامعية؟ نحن الآن الخدمة الوطنية شغولة ده كل شغل كتاب مفتوح وشغل بتاع وطنية. يعني نحن الآن أنت ذكرت نحن وزارة التربية عندنا مع الشراكة الشغل بتاع المحومية والتدريس والتعليم الموازي. محومية دي يمكن يكون نحن في خدمة وطنية عبرنا فيها وبقت عندنا فيها تجربة رائدة جدا. في ناس الآن نحن يمكن يكون خشوا الجامعات، في ناس عملوا دكتوراه، في ناس عملوا الماستر، ودي كلها الآن يمكن يكون من خلال البرامج وغيره الناس اللي قتوا هم أقروا كتابية، وكتاب يتحدث ويستنطق المجتمع، يستنطق المواطن على مستوى ولاية السودان. ونحن يمكن يكون نضرب ليك مثل بسيط، نحن عندنا محلية بحري، يمكن يكون من الخالات الفراشات الشغالات في مستشفى بحري، الزولة دي بدأت أمية والآن هي أستاذة، نحن مسجلنا فصل داخل مستشفى بحري وعملت لحد دبلوم، ونحن بنحييها وبنحيي اخواننا في اداره مستشفى بحري لدورهم نحيي اخواتنا نسيبه عموما ونحيي اخوات نسيبه بصوره عامه. اليوم التحيه دكتور. وعندنا يعني من ضمن البرامج الثانيه بتلقى ناس في جامعه الخرطوم مع اولادهم حاجات، واغلبنا اخواننا ذي الحريم. يمكن يكون انا برضو عندي في بحري الان زول خلص الدكتوره ما شاء الله بدا من محوميه، يعني الحكايه دي ما صعبه ما فيها اشكال. يمكن يكون دي من الحاجات الوطنيه الناس الان شغاله فيها، يعني ما فيها مشكله بشراكه ما بمعزل من وزاره التربيه واخواني في دار التعليم الكبار برضو من حيهم من هنا سواء كان على مستوى الولايه وعلى مستوى المحليات ولايه الخرطوم. جميل دكتور سماني، في عجاله وفي ختام الحلقه دايرينك تقول كلمه اخيره لدوره حماه الوطن الخامس. والله انا وصيتي لاولادي وابنائي الطلاب ديل بانه يبلغوا المعسكر في الزمن المحدد، وزي ما ذكرنا بانه المعسكر طواعيه واختيارا وبتم التوزيع على حسب السكن الجغرافي، واخواننا في الفئات اللي في الناس اللي تدربوا ايضا برضو يجي يسجلوا بالمحليات وبالكاونتر الكاونتر المقرن او الكاونتر النموذجي في المغتربين هنا، يجي يسجلوا عشان يتم برضو توزيعهم، هم اصلا ناس مدربين وما جو، يجي يتم توزيعهم في الوحدات الان الموجوده على مستوى ولايه الخرطوم والموجوده بالغرب من اماكن سكنهم. دي وصيتي اليوم يعني. وبطمن الأسر بأنه الآن المعسكر تم التهيئة وتم اختيار الكادر سواء كان ضباط ولا غيره، يعني فائق جدا وناس من خيرة الكفاءات، الناس اللي دفعت بهم في دولة حماة السودان حماة الوطن 5. احنا شاكرين ومقدرين لوجودك معنا في صباحة طيبة دكتور السمالي إبراهيم عبد الله منسق الخدمة الوطنية محلية الخرطوم بحري. شكرا لك والتوفيق ان شاء الله. ويجزيكم الله خير الإخوة في قناة طيبة، كثر خيركم وبارك الله فيكم. شكرا لك.